السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميسز عبير سمير. بيتجدد لقائي تاني بكل أعضاء صفحتي التعليمية وجروبي التعليمي على الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، أو كل السبسكرايبر ومشتركي قناة اليوتيوب بورفري قناة ميسز عبير. طبعا احنا النهاردة هنبدأ شرح فيديو جديد لبرايمري 6 الفيرست ترم. نزلنا قبل كده 3 فيديوهات، اول اتنين بيتكلموا عن الماس اند ويت اللي هو شرح يونت 1 في منهج الفيرست تيرم. الفيديو التالت كان بيتكلم على ليسون 1 من يونت 2 اللي اسمه الهيت كوندكشن او التوصيل الحراري. طبعا احنا معانا النهاردة ان احنا ناخد اخر ليسون اللي هو الليسون 2 في يونت 2 عشان نخلصها هي كمان. احنا خدنا معلومة كده من الدرس اللي فات ان احنا عندنا ديفايس او جهاز معين بنستخدمه تو ميجر ذا تمبريتشر او عشان نقيس بيه درجة الحرارة اسمه ثيرمومتر او الترمومتر. طب هو ايه الفايدة ان انا اقيس درجة الحرارة؟ هي مهمة؟ اه طبعا مهمة جدا. في importance of measuring temperature، ايه اهمية ان احنا نقيس الحرارة؟ اول حاجة هي help us to measure our body temperature، بنعرف درجة حرارة جسمنا ونعرف ان كنا تعبانين ولا سلام. helping us to know the weather temperature، بعرف كمان الجو ايه حالة الطقس والجو لما اقيس درجة الحرارة. برضو some food industries او بعض انواع الصناعات الغذائية وبعض انواع الصناعات دي بتحتاج require certain temperature، يعني محتاجة عشان تتم درجة حرارة معينة ما ينفعش نقل او نزود عنها، فلازم يبقى عندهم device او جهاز يخليهم measuring temperature ويقيسوا درجة الحرارة المظبوطة المطلوبة عشان الصناعة تتم، لانها لو زادت او نقصت الحاجة اللي بيصنعوها ممكن تبوظ. فكل ده يخلينا ان احنا نفهم قد ايه الميجرنج تمبريتشر او قياس درجة الحرارة حاجة مهمة جدا. طب يا ترى لو حد سخن عندنا ينفع نحط ايدينا كده عليه فالسنس اوف تاتش او باللمس بس نعرف التمبريتشر بتاعته؟ اكيد لا، مش هنعتمد عليها. because it can't measure the temperature او because we can't know the degree، انا لما لمسته وحسيته انه سخن انا كده ما عرفتش درجة حرارته كام، 37 36 38، احنا مش عارفين. فبالتالي لازم نستخدم measuring device اسمه thermometer. يبقى الثيرمومتر ايه هو؟ هو device، جهاز انا بستخدمه that is used to measure the temperature، بيستخدم او بستخدمه عشان اقيس درجة الايه الحرارة اللي هي temperature. طبعا انا عندي هنا two types of thermometer، نوعين من انواع الثيرمومتر. نوع اسمه medical وليه اسم تاني clinical، يا اما medical thermometer او clinical thermometer اللي هو الترمومتر الطبي اللي بيستخدمه الدكتور او بنستخدمه في بيوتنا. ده used for measuring the temperature of human body، بقيس بيه درجة حرارة الانسان. النوع التاني اسمه celsius، السيلسيوس ثيرمومتر ده used for measuring the temperature of liquids، بيقيس درجة حرارة السوائل. فطبعا لما يجي لي سؤال مثلا هنا في الكمبليت على النقطة دي ويقول لي there are two types of thermometer، ايه انواع الثيرمومتر؟ هقول له medical and celsius، ولازم ابقى عارفه استخدم كل واحد ما بينهم وافرق بين ده والتاني. طب نيجي نشوف كده الاستراكشر او التركيب بتاع الميديكال ثيرمومتر، او هو يعني كونسيست اوف ايه، بيتكون من ايه. فلقينا ان الازازه اللي من بره هي تيوب انبوبه معموله من ازاز سميك او ثيك جلاس تيوب، ازاز سميك شويه، فدي بنسميها اللي بره الانبوبه الزجاجيه اللي بره بنسميها ثيك جلاس تيوب، والازازه دي طبعا ترانسبيرنت او شفافه. جواها في تيوب او انبوبه تانية بس رفيعه خالص فسميناها كابيلري تيوب. كابيلري تيوب، الكابيلري تيوب دي كون يعني هي كلوزد فروم وان اند، من طرف كده زي ما انتم شايفين في الصوره هي مقفوله. طب ومن الاذر اند او من الطرف التاني هي كونكتد، متوصله بمين؟ بحاجه اسمها ميركري بلب اللي بشاور عليه دلوقتي في الصوره. الميركري بلب ده او البيت او المخزن بتاع الميركري. طب هو ايه اللي جاب هنا الميركري او الزئبق؟ لازم نفهم ان الثرمومتر ده عشان بنصنعه لازم يكون جواه ليكويد. الليكويد ده الحاجه اللي بشوفها لما بقيس حراره حد، بلاقي في حاجه كده بتطلع او بتنزل. الليكويد اللي جوه ده هو اللي اسمه الميركري. فالبيت او المخزن اللي مليان ميركري هو الجزء ده، فتسمى ميركري بلب.
لقي في حته لفه معوجه كده موجوده في الميديكال ثرمومتر بس او الترمومتر الطبي بس اسمها كونستريكشن. وده من اسئله الامتحان بتاع الفيرست ترم المشهور كل سنه، ان يقول لي في الجيف ريزون ذير از ا كونستريكشن ان ذا ميديكال ثرمومتر. ايش معنى الميديكال ثرمومتر اللي فيه كونستريكشن او الحته الملفوفه دي مش موجود في التاني سيلسيوس؟ ايش معنى بقى؟ لان انا دلوقتي المفروض لما استخدم الثرمومتر وي بوت ات اندر تانك فور ا مينيت، انا هحطه تحت اللسان لمده دقيقه، از درجه الحراره التمبريتشر هرفعه من تحت لسان الشخص ده وهبدا ان انا اعمل ريدنج للتمبريتشر اقراها. طب افرض بقى لما رفعته كده هو بدا يحس ايه ان الهوتنس او السخونه قلت شويه فيبدا الميركوري يرجع ورا سنه، طب ما انا كده ما قستش التمبريتشر مظبوطه. فحته الكونستريكشن او اللفه دي بتخلي الميركوري وهو راجع، هو كده كده راجع للميركوري بالب او للمخزن بتاعه او لبيته، بس هو بيرجعه ايه يعني مش كويكلي، بيبطئ العمليه دي شويه، فبيديني انا فرصه ووقت ان الحق اقرا التمبريتشر مظبوطه. يبقى هقول له to prevent mercury from return back quickly to the bulb in order to read the temperature، بيأخر شوية او يبطأ شوية ما يخليش الميركري يرجع للميركري بلب بسرعة فنلحق نقرأ التمبريتشر دي. طب لما اتكلم على الجراديويشن او السكيل الدرجات على الميديكال ثرمومتر كام؟ هي اللور واقل درجة هنا 35، اعلى واحدة 42 الهاير بوينت. يبقى هو start from 35 to 42، لازم اعرف الدرجات كويس بتسأل على طول في الامتحان عليها. يبقى الثرمومتر او الميديكال ثرمومتر الطبي بتاع الهيومن بودي او قياس درجة حرارة الانسان start from 35 to 42. كل ديجري وكل درجة من دي divided into 10 part، مقسومة لعشرة اجزاء. يبقى كل part او each part يعتبر واحد من عشرة، يعني 1/10. طب طبعا فيه طبعا ده شكله واهو كمان اللي هو الميديكال او الكلينيكال ثرمومتر او الترمومتر الطبي بتاع درجة حرارة الانسان. احنا في البيت خاصة يعني especially for children الاطفال بنخاف ان نستعمله معاهم عشان ما يضغطوش بسنانهم عليه جامد لا قدر الله فيتكسر الثرمومتر والميركري اللي جواه ده مادة توكسيك سابستانس او سامة، فبنستخدم النوع اللي بنشتريه من الفارمسي او الصيدلية اللي اسمه ديجيتال ثرمومتر، لان الرقم كده الدرجة بتطلعي بالرقم والجزء اللي قدام ما بيبقاش جلاس فبيبقى حاجة مور سيفتي او امان ان هو لو ضغط عليه حتى مش هيتكسر. يبقى الديجيتال ثرمومتر ده used especially for children، حتى بيقول لك the modern device جهاز جديد حديث especially for children خاصة لمين؟ للاطفال. فهو it can't be broken easily، مش سهل يتكسر زي الاصلي الميديكال اللي مصنوع من جلاس او من ازاز. How to measure the او use the thermometer to measure the body temperature، انا بقى استخدمه، انا اشتريته من الصيدلية، استخدمه ازاي؟ حاجة في حياتنا بقى هو life application. اول حاجة لازم اطهره وانضفه، بعمله sterilize بطهره بي ليكويد بشتريه من الصيدلية اسمه ايثيل الكحول. ده بجيبه هو بيبقى ليكويد بنرشه على الميديكال ثرمومتر، وبجيب اي تيشو بيبر اي منديل وبعمل له دراي انشفه. بعد كده بعمل شيك ذا ثرمومتر ويل، ارجه كويس قبل ما استخدمه. ايه بقى؟ ممكن لما كان في الدرج حس بشويه سخونه بشويه بروده ففي حبه من الميركوري طلعوا مشيوا في الكابيلاري تيوب، طب ما كده الدرجه مش هتبقى مظبوطه، فلازم اجبر الميركوري بالعافيه كده يخش كله يرجع في البلب بتاعه عشان نقيس التمبريتشر مظبوط. يبقى لما يقول لي في الجيف ريزون شيك ذا ثرمومتر ويل بيفور يوز، قبل ما استخدمه نرجه جامد ليه؟ هقول له تو فورس الميركوري جوز باك تو ذا بلب، اخليه بسرعه كل الميركوري يرجع البلب بتاعه قبل ما استخدمه. طبعا هحط الثرمومتر اندر تانك تحت لسانه فور ا مينيت، وبعدين ريكورد ريدنج، نبدا نقرا درجه الحراره اللي اتسجلت عليه اللي هي التمبريتشر. طبعا ده السؤال المهم اللي نوهته انه بيجي كل سنه في امتحانات الفيرست تيرم في الجيف ريزون، يقول لي ذير از ا كونستريكشن ان ميديكال ثرمومتر، هقول له تو بريفنت ميركوري فروم ريتيرن او جوينج باك كويكلي تو ذا بلب ان اوردر تو ريد ذا تمبريتشر، يعني انا ببطئ شويه فكره انه يرجع للبلب بتاعه عشان نلحق نقرا الدرجه.
تيجي في ريسون تاني برضو بيقول لي don't seize the thermometer firmly with your teeth. ما ينفعش اضغط بسناني على الثرمومتر جامد. ليه؟ هقول because المركري inside it is a toxic. يعني لو ضغطنا واتكسر المركري اللي هيطلع منه ده حاجة سامة toxic، فما ينفعش اضغط عليه. النوع التاني من الثرمومتر اسمه السيلسيوس ثرمومتر. السيلسيوس ده هو كمان متسمي على الساينتست اللي اسمه اندريا سيلسيوس. الراجل ده هو اللي عمل فكرة السيلسيوس ثرمومتر واختار الجراديويشن بتاعه او الدرجات عليه تبقى من 0 ل 100. اشمعنى الزيرو؟ لان الزيرو دي الفريزنج بوينت اوف ووتر او الميلتنج بوينت اوف ايس. لما التلجة تبدأ تسيح يبقى وصلت للتمبريتشر زيرو. لما المية اللي حطيتها في الفريزر تبدأ تجمد وتتحول لتلج يبقى دي زيرو. لكن ال 100 هي البويلنج بوينت اوف ووتر، يعني المية حطيتها على النار مش هتغلي في وقتها، لا هتقعد فترة لغاية ما تغلي. اول ما بدأ يحصل لها بويلنج وغليان معناها ان التمبريتشر بتاعتها وصلت ل 100 ديجري سيلسيوس. طبعا هنا شبه البيانات اللي في الميديكال خدناها، اللي من بره اسمها thick glass tube الانبوبة الازاز السميكة الترانسبيرنت الشفافة، الانبوبة اللي جوه الرفيعة اسمها capillary tube closed from one end يعني مقفولة من طرف ومن الناحية التانية connect بالبيت او المخزن بتاع الميركري اللي اسمه ميركري bulb. الفرق ان انا ما عنديش هنا constriction. تمام؟ ليه بقى؟ لان احنا اصلا واحنا بنعمل ريدنج للتمبريتشر اوف ليكويد او بنقيس درجه حراره السوائل احنا اساسا بنحط ايه؟ بنحط الثرمومتر كده ماست بي فيرتيكال، يكون واقف بالطول عمودي، والدايركشن اوف سايت ماست بي بيربنديكولار تو ذا ثرمومتر. وابص في اتجاه كده عمودي على الثرمومتر وهو محطوط في الكوبايه بتاعه السائل اللي بنقيسه، فانا مش هرفعه منها، فمش محتاج اعمل كونستريكشن لان انت بتشوف الدرجه وهو في مكانه، يعني محطوط في الكوبايه مثلا بتاعه الليكويد او بتاعه السائل اللي بتقيس فيها حرارتها. تمام؟ نرجع هنا برضو لمعلومات مهمه ان احنا نتكلم عنها في الدرس ده. Using of mercury in making the thermometer. طبعا انا في سؤالين مهمين. بيقول لي بيسال عن two liquids في الامتحان خاصه في scientific term. يقول لي الليكويد used in making thermometer، هو احنا بنصنع الثرمومتر نستخدم ليكويد اسمه ايه؟ اقول له mercury. طب الليكويد used to sterilize the thermometer، انا هنضفه واطهره قبل ما استخدمه او بعد ما استخدمه بايه؟ بايثيل الكحول اللي هو الكحول الايثيلي. طب في سؤال مهم جدا في الجفريزون، يقول لي يوزنج اوف ميركري، مش احنا قلنا ده حاجه توكسيك وسامه، اشمعنى بستخدم الميركري لما صنع الثرمومتر؟ اكيد عشان عنده مميزات. اول حاجه ان هو ميتال، هو ليكويد ميتال يعني شايني. خدنا ان الميتال حاجات ليها بريق كده، ليها لاستر او شايني، فسهل تشوفه. It can be seen easily، سهل اني اشوفه ولاحظه بيحصل له expand بيتفرد او contract يكش شوية يوصل لدرجة كام على الثرمومتر. هو good conductor of heat يعني لما يحس بالحرارة هيحصل له expand ويتفرد ويتمدد وياخد مساحة طويلة يقف فيها، لما يحس بالكولينج او البرودة contract يكش وياخد ايه space او volume صغير، فهو هيوصلني لدرجة الحرارة المظبوطة. الميركري doesn't stick with the capillary tube، بمعنى مش وهو بقى بيقيس الحرارة لا حتة من الميركري لزقت في التيوب فطبعا الثرمومتر بتاعي باظ، لا مفيش كده. طبعا هنا حاجة كمان ان الميركري regular expanding material، بمعنى ايه؟ المعنى ان هو هيديني درجة مظبوطة لا زيادة ولا نقص. والميركري كمان من الحاجات المميزة فيه ان هو مش بينشف بسرعة، يعني مش لو جه شوية برودة زيادة هلاقيه نشف فالثرمومتر بتاعنا باظ، لا ده ريمين ليكويد او بيفضل في الحالة السائلة من ماينس 39 يعني اقصى درجات البرودة ل 357 لاقصى درجات السخونة، فهو كده هو هيديني وايد رينج اوف تمبريتشر او هيقدر يقيس درجة الحرارة بشكل مظبوط. طبعا دي المعلومه اللي احنا قلنا عليها اللي على اساسها اندريا سيلسيوس عمل السيلسيوس ثرمومتر ان اوله 0 واخره 100. الزيرو هي الميلتنج بوينت اوف ايس اللي درجه التمبريتشر اللي هتسيح عندها الثلج، وال100 هو البويلنج بوينت اوف ووتر او درجه غليان المياه.
نيجي هنا طبعا how does the thermometer work او the idea of work the thermometer بيشتغل ازاي, ودي مهمة قوي وبتسأل كتير وبتطلب كتير قوي في الامتحان. هقولها له بطريقتين. طبعا ممكن اقول له liquid expand by heating and contract by cooling, ان الليكويدز دي منها الميركوري اللي مستخدم في صناعة الثرمومتر, لو حس بالهيتنج والسخونة هيحصل له expand يتمدد وياخد مساحة اكبر, ولو حس بالكولينج والبرودة يحصل له contract يعني كامش كده شوية فهياخد درجة ايه, هيوصلني للدرجة المظبوطة اللي هي express او بتعبر عن ال hotness او ال coldness of a body. او ممكن اقول له change the volume of liquid by changing the temperature, ان انا كل ما التمبريتشر بتاعتي بتتغير كل ما الفوليوم او المساحة اللي واقف فيها الليكويد اللي اسمه الميركري هتتغير. طبعا من الاسئلة الشهيرة انه بيقول لك change by changing temperature change the mass ولا volume of liquid, طبعا كلمة ناس غلط هي volume of liquid اللي صح. التو تايبس اوف ثرمومتر اللي احنا اتفقنا عليهم المقارنة او الجدول, الكلينيكال او الميديكال والتاني اسمه سيلسيوس. ده طبعا الاتنين فيهم ترانسبيرنت جلاس تيوب الانبوبة الازازة اللي من برا, فيهم الكابيلاري تيوب الانبوبة الرفيعة اللي من جوه, فيهم ميركوري بالب اللي هو البيت او المخزن بتاع الميركوري. هنا في كونستريكشن هنا لا, اليوز ده ليكويد في الاتنين جواهم ليكويد اسمه ميركوري. هنا السكيل من 35 ل 42 هنا من 0 ل 100. هنا اليوزاج بستخدمه في ايه, هقول تو ميجر ذا تمبريتشر اوف هيومن بودي, لكن السيلسيوس تو ميجر ذا تمبريتشر اوف ليكويد. في عندنا بيقول لي وي كانت يوز ذا ميديكال ثرمومتر تو ميجر ذا تمبريتشر اوف بويلينج ووتر, ما تكونش ميه بتغلى حط فيها ميديكال هيبوظ. ليه؟ هيفرقع هيكسر, لان الميديكال هو من 35 ل 42, لكن لسه قايلين البويلينج ووتر الميه المغليه التمبريتشر بتاعتها 100, فيفضل الميركري يطلع 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 كل ما بيحس بسخونه الميه, بس هو اخره 42 في الميديكال او الطبي. طب ما هو الووتر بويلينج عند 100 يفضل يطلع, فالميركري يضغط على التيوب فتتكسر, فالثرمومتر ويل بريك يروح مكسور, وده طبعا خطر لان اتفقنا ان الماده اللي جواه اللي اسمها ميركري هي توكسيك سبستانس او ماده سامه. بكده طبعا احنا مع بعض وصلنا لشرح اخر درس في يونت 2 اللي هي بتتكلم عن التمبريتشر ودرجة الحرارة والهيت انرجي والتو تايبس اللي خدناهم انواع الثرمومتر. بكده نكون خلصنا يونت 2 كمان. اقابلكم في فيديوهات شرح جديدة قادمة ان شاء الله باذن الله, مع تحيات ميس عبير سمير.